معايا على الهاتف كابتن وائل علاء مدير الكره بنادي المصريه بالسلوم، هيلاعب الاهلي زي ما قلت لحضراتكم في كاس مصر نادي المصري بالسلوم. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور ومواجهه ثقيله مع النادي الاهلي. صباح النور، اهلا بيك. اخبار حضرتك يا فندم؟ نورك يا فندم. مواجهه ثقيله ومش سهله. اكيد مش سهله. طبعا لاعب بطل افريقيا وثالث العالم واكبر نادي في مصر، ان شاء الله تبقى مواجهه كويسه كده ويبقى حاجه شرف للنادي، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه قدام النادي. اكيد اكيد ما كنتش مستني تلعب الاهلي، وكان نفسك تلعب الاهلي. لا دي كان نفسنا والله، كان نفسكم تلعبوا الاهلي. عايز اقول لك كنا طالبينها، كل الناس ومجلس الاداره نفسهم في الاهلي. انت عارف ده بيبقى ماتش العمر، ما بيتكررش كتير. تلعب اقوى نادي في مصر ودول 32، فحاجه كويسه طبعا. اللعيبه كمان بتعمل الماتش ده ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه. طيب مين من الاسماء بقى، يعني مين عندكم، مين لاعبين شايفهم ان شاء الله هيبقوا نعرف اسمائهم دلوقتي عشان نقول لا استنوا اللعيبه دي زي ما هتتفرجوا على لعيبه النادي الاهلي اتفرجوا على لعيبه نادي المصري بالسلوم؟ والله احنا عندنا كذا حد، الفرقه فيها نجوم كتير. ربنا يسهل بس ويكونوا في حالتهم، ما يبقاش في اصابات ولا اصابات قبل الماتش، وربنا يسهل. عندنا جابر سالم، عندنا احمد فؤاد، عندنا صابر، عندنا نيمار، عندنا كاظم محترف، عندنا موسى محترف نيجيريا 2003، حاجه كويسه جدا. فان شاء الله الفرقه تقدم بشكل كويس قدام النادي الاهلي. طب موقفكم ايه في الجدول دلوقتي، جدول الدوري؟ احنا العاشر. البدايه بتاعتنا كانت كويسه بس بعد كده النتائج ما ساعدتناش، اتغير جهازين فنيين. احنا بدانا بالكابتن رضا وبعدين بالكابتن مجدي وبعدين كابتن احمد عبد الرؤوف هو اللي ماسك دلوقتي. في يناير دعمنا بكام لعيب. ان شاء الله ان شاء الله هما بدأوا الانسجام بينهم، هيبقى لنا شكل تاني الدور الثاني ان شاء الله. ردود فعل بقى اللاعبين والجهاز الفني لما عرفوا ان هم هيلعبوا النادي الاهلي، حتى ردود الافعال الطريفه كمان. هي فرحه طبعا، دي مواجهه ما بتتكررش كتير مع النادي الاهلي طبعا. اللعيبه مستنياها، انت عارف اللعيبه بقى المصريه وخصوصا في الدرجه الثانيه بيبقى بالنسبه لهم ده ماتش العمر. صح. فان شاء الله يعملوا حاجه كويسه قدام النادي الاهلي. كابتن وائل علاء مدير الكره بنادي المصري بالسلوم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.